بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت لو حد فاكر كنا عملنا الجوين وبعديها عملنا الليف وخلاص، خلصنا الجوين والليف مفيش اي مشكلة وكله تمام 10 على 10. فاضل بقى ان شاء الله ان احنا نستخدم اخر حاجة اللي فضل عندنا، حاجة واحدة اللي فضل عندنا هي الاي بي اي دي. الاي بي اي ديت المسؤوله ان احنا بنسند المسج. لو حد جه هنا كتب رساله وليكن هاي هاو ار يو، تمام، وعمل ايه سند، فالمفروض الرساله ديت تنبعت ايه هنا، ودي يفضل ايه يفضل مكانها، صح ولا غلط؟ صح. حلو قوي. اول حاجه خلينا نروح في الفرونت اهو، عاوزين نجيب ايه؟ ركز معايا، فين الفورم بتاعت المسج عندنا؟ ركز معايا، ده زرار ايه؟ ده البوتوم بتاع السند اهو، السند شايفينه؟ تمام. هحط له اي دي، او عشان برضو الموضوع يكون معايا تمام خلينا نعمل هنا نشيل دول خالص اهم، ونعمل ايه فورم، تمام، حط جواها دول كلهم اهو، وهنا هخلي ده ايه، هخلي ده بوتون، تمام، وده الفورم اهي تحتي مفيش اي مشكله. حلو حلو. الانبوت اهو، الانبوت ايه؟ الانبوت اهو. تعال بس كده نشوف فوق، احنا كنا عاملين قبل كده الفورمه بتاعت اللوجن، كنا عاوزين ايه؟ اليوزر نيم، تمام. فاحنا محتاجين بس اليوزر نيم، فانا هروح هنا في الديف ده في الانبوت ده هدي له اي دي، هقول له اي دي، هقول له ايه مسج ام او خلاها اس ام اس، تمام. هروح هناك هعمل كويري سيلكتور عشان اجيب، هقول له ايه اس ام اس، واهي هقول لها برده ايه اس ام اس، تمام. في حاجه هنا هعمل فانكشن، اي فانكشن وليكن اسمها ايه سند مسج، تمام. بتعمل ايه؟ اول حاجه هتجيب، هعمل var ام اي اس اس اي جي اي مسج يوزر ايكوال ايه، هجيب الانبوت بتاعي اللي هو اس ام اس اهو، اس ام اس دوت دوت ايه، فاكرين لما عملنا مع الانبوت بتاع الايه بتاع اليوزر؟ ايوه تمام. دوكيومنت دوت جيت دوت كويري سيلكتور يوزر نيم دوت فاليو دوت تريم اهو، هاخد دوت فاليو دوت تريم دي اهي، طبعا اهي الاس ام اس ده الانبوت بتاعي، دوكيومنت دوت كويري سيلكتور اهي، دوكيومنت دوت كويري سيلكتور، والاي دي بتاع الايه الانبوت بتاعي اللي موجود في الفورم اللي هبعت عليه او هبعت بيه الرساله، دي كانت الاي دي بتاعت اليوزر نيم في الفورم بتاعت اللوجن، دوت فاليو دوت تريم اهو، دوت فاليو دوت تريم، وان تريم بتشيل السبيسز، تمام. هقول له ايه؟ هتشيك اف المسج يوزر، عشان ايه المسج يوزر لازم تكون فيها كلام، افرض الايه اليوزر استظرف وسابها فاضيه، يعني اليوزر ظريف فسابها فاضيه وعمل سن، فلو عمل سند المفروض ما عملش اي حاجه تفضل زي ما هي. حلو اهو، فقول له ايه اف مسج يوزر، ممكن نعمل كمان اند اند ونتشيك كمان على ايه على الستوم، اتاكد برضو انها مش بنال، ما هي الستوم لازم برضو ما تكونش بنال، لان الستوم ديت دي اللي بتقدر تعمل بيها ترانسفير للداتا، فبرضو لازم ما تكونش بنال. هعمل ايه؟ والله لو الاثنين مش بنال تمام هعمل متغير هسميه وليكن var، اقول له ايه يوزر مسج ايكوال، وركز بقى معايا عشان ايه ما يتلخبطش. حلو، هقول له يوزر مسج، هقول له ايكوال، هحط له اول حاجه ايه، هقول له السندر، السندر بتاعي اللي بعت الرساله هيكون ايه المسج يوزر،
تمام. ركز معايا بقى، ركز معايا دلوقتي. المسج يوزر ديت ده الانبوت اللي هو انهو اللي هو ده اللي فيه الرساله. حلو، اذا تركز معايا، تركز معايا، ده الانبوت اللي فيه الايه اللي فيه الرساله، اذا دي المسج. فخلي ديت الايه بدل السندر، نروح هناك نشوف ايه كان اسمها ايه. مسج اهي، مسج ايكوال ايه، ايكوال المسج يوزر. تمام، خلينا بقى نجيب برضو ايه، نجيب الشات تايب. الشات تايب هيكون نوعها ايه؟ هيكون نوعها شات، لان انا هنا كيوزر، انا كيوزر هنا ببعت، اذا انا عامل جوين اصلا، انا اريد اعمل جوين، اكيد عامل جوين صح. فانا دلوقتي التايب بتاعتي ده انا شات، بكتب دلوقتي انا في الشات. حلو، فهقول له ايه شات اهو. فاضل اخر حاجه اللي هي ايه، اللي هو السندر بقى. ايه السندر؟ طب السندر هيكون بقى ايه؟ السندر هيكون اليوزر نيم اللي عامل ايه، اليوزر نيم اللي عامل كونكت. تمام، فاكرين اليوزر نيم ده اللي هو ده اللي هو ده، مش ده اللي هو عامل كونكت؟ ايوه، لما عملت ده جلوبال، كنت عامله جلوبال قلت لكم عشان اقدر استخدمه في اي فانكشن ثانيه، فهو ده اليوزر نيم اللي عامل كونكت، فهستخدمه، هو ده اللي بعت الرساله. ما هو اليوزر نيم يا جماعه اللي هو عامل كونكت اكيد هو اللي بعت الرساله، يعني مش عاوزه ايه، مش عاوزه ذكاء. هقول هنا ايه، يوزر نيم. كده انا عملت متغير في ايه، في 3 اتريبيوت. الاتريبيوت دي يا جماعه الاسماء ده اهي، لازم تكون نفس الاسماء اللي هنا، فخلي بالك. حلو، خلصناهم. تمام، فاضل ايه؟ فاضل ان انا ابعتهم للاي بي اي بتاعتي اللي هي ايه ديت. هعمل ايه؟ هروح اجيب الاستوم اهو، فهقول له استوم دوت سند. حلو، هديله اليو ار ال. طبعا اليو ار ال هيبدا باي بي بي، زي بالظبط لما عملت لوجن. فاكرين اللوجن؟ فين اللوجن؟ اللوجن اهي، عملت اي بي بي وبعدين اليو ار ال. هناك اليو ار ال ايه؟ اليو ار ال هناك باك سلاش شات دوت سند. تمام، بحط قبلها ايه، اي بي بي عشان البريفكس اللي انا كنت ضايفها في الويب سوكت كونفيج اهو. حلو، حلو، دي بتنضاف على ايه يا جماعه؟ على اللي موجود في الكنترولر دول، لكن مش بنضاف هنا. حلو قوي، هروح احط ايه، بعد ما حطيت باك سلاش اي بي بي هحط اليو ار ال بتاعي. خلاص بعته، ايوه بعته. هنا احط كسين فاضيين مش عامل فيهم حاجه اهو، وبعد كده هقول له ايه بقى، هبعت له المتغير ده على هيئه ايه، على هيئه جيسون. فعشان ابعت هيئه جيسون هقول له جيسون دوت سترينجفاي، ده عشان ابعت، انا هبعت على هيئه جيسون، فقلت له جيسون دوت سترينجفاي. لكن لو هتستقبل هتقول له ايه، بارس جيسون دوت بارس. تمام، فهنا هبعت له ايه الفار بتاعي اللي هو ايه، يوزر مسج. حلو، حلو. في الاخر بقى، في الاخر هرجع، عاوز بعد ما اليوزر يكتب ويعمل سند ديت ترجع فاضيه تاني. حلو، مفيش اي مشكله، هروح جايب المسج يوزر دي اللي فيها المسج، بجيب مسج دوت فاليو. تمام، ايكوال امبتي. بس كده احنا عملنا ايه، كده احنا عملنا الفانكشن. طبعا الفانكشن ديت هتتنفذ امتى؟ هتتنفذ لما اعمل ايه، لما اضغط على سند. حلو، فالمفروض زي ما عملت فوق، لو انتوا فاكرين هنا عملت event dot prevent default عشان ايه، اوقف الديفولت بتاعت الفورمه بتاعتي، ما هي دي برضو فورم، فهحتاج ان انا اوقف ايه، ان انا اوقف الفورمه الديفولت بتاعتي، لان انا هستخدم اجاكس زي ما اتكلمنا قبل كده. فهاجي هنا اقول له ايه، اقول له event dot prevent default، واحط الايفنت هنا. تمام، حلو. طبعا هروح على الفورمه،
هضيف لها اي دي، هقول لها اي دي، هقول له ايه فورم شات. حلو، وهاخدها اهي اجيبها هناك زي ما بنعمل كل مره اهو، فورم شات مفيش اي مشكله. اروح بقى هناك اقول له ايه هنا تحت خالص، اقول له فورم شات دوت اد ايفنت ليسنر، واقول له ايه، اقول له سبميت، اقول له بقى ايه، اقول له سند، سند مسج. كده انا لما اعمل سبميت على الفورم بتاعت الفورم كلاينت، الفورم شات قصدي، اللي هي ديت اللي انا جايبها من هناك عن طريق الاي دي، هينفذ الفانكشن ايه، الفانكشن بتاعت السنت مسج. بتعمل ايه سند مسج؟ اول حاجه بتجيب الانبوت بتاعي اللي هكتب فيه المسج اللي هي ديت، تمام، جبتها عن طريق ايه، عن طريق الاي دي اهو، هطلع فوق المسج يوزر اهو، هطلع فوق خالص المسج، فين المسج يوزر؟ المسج او ممكن تكون تحت، هي مش هي دي اصلا، دي ايه، دي بدايه المسج يوزر اس ام اس دوت فاليو دوت تريم. احنا ممكن بدل ما نعمل هنا ايه فن اس ام اس، انا هشيل دي خالص وهجيب دي اهي، احطها على طول هناك لان انا مش هستخدمها غير هناك اصلا، تمام. فانا بدل اس ام اس دي هقول له ايه، هقول له دوكيومنت دوت كويري سيلكتور اس ام اس، رحت جبت الانبوت اللي كتبت فيه التكست بتاعي اهو عن طريق الاي دي اس ام اس. حلو، قلت له دوت فاليو دوت تريم، تمام. قلت له اف المسج يوزر لازم ما تكونش بنال، والستومب بتاعي ما يكونش بنال، لو بنال اذا هو اصلا مش كونكت بالسوكت، تمام. عملت المتغير بتاعي وحطيت فيه الداتا، اسم الايه المسج اللي هيبعتها، والطيب هيكون شات، لان انا دايما انا اكيد اصلا عامل كونكت، فاكيد عامل جوين، فانا في الشات، تمام. والسندر اللي هو الايه، اسم اليوزر نيم بتاعي اللي هو عامل كونكت. عملت الاستومب عشان ابعت اي بي بي شات دوت سند اللي هي هناك اهي، تمام. كده هو هيعمل ايه بقى؟ هبعت له هنا، هبعت له ايه؟ هبعت له في البيلود شات مسج اللي هي ايه؟ اللي هي دي، بعت لها ايه؟ على هيئه جيسون اهو. حلو قوي. بعد كده، بعد كده هو هياخدها، تمام، يعمل لها ريتيرن. ريتيرن فين بقى؟ ريتيرن على الايه؟ على اليو ار ال اللي اسمه باك سلاش توبيك اول. يعني هو خد الايه؟ خد المسج وعمل لها الايه؟ ريتيرن. وعمل عمل لها ريتيرن بعتها فين؟ بعتها على الباك سلاش توبيك اول. واحد مصحصح يقول لي ايه؟ استنى ده في حد وقف لها. هقول لك ايوه بالظبط، انت كده مصحصح معايا، اللي هو ايه؟ اللي هو ده ستومب سبسكرايب، انت عامل سبسكرايب على اليو ار ال ده، فهيحس، هيروح ينادي ايه؟ السند مسج. هيشوف هل الشات طيب جوين؟ لا. هل الشات طيب ليف؟ لا. اذا إلس إلس هقول له مثلا كونسول دوت لوج، حط بس جمله هقول له ايه؟ شات. مجرد بس ايه؟ تيستنج. ليه انا قلت مش جوين ولا ليف؟ لان انا هناك في السند لما بعت بقت شات، فانا لما بعت ديت وراح هناك في الشات كنترولر، راح هنا وعمل ريتيرن للشات مسج وبعتها للايه؟ للتوبيك اول، وانا هناك في سبسكرايب مستني اي رساله تجيله اهو، فحس ان في رساله تجيله فنفذ الفانكشن ديت، فالايه؟ الشات اللي مبعوت اللي هو الموديل اللي مبعوت اللي هو ده، ده اللي مبعوت، فالطيب بتاعه ايه؟ الطيب بتاعه شات. فانا لما اروح مش هلاقيها جوين، مش هلاقيها ليف، هلاقيها ايه؟ إلس اللي هي ايه؟ شات، تمام؟ تمام. خلينا كده نعمل ستوب اند ريرن ونشوف هنعمل ايه. هروح بص هناك اهو واعمل ريلود، اعمل لوجو، تمام. نفتح بس ايه، ركز معايا، طبعا في حاجه عندنا مش تمام اهو، في حاجه عندنا اتلخبطت. ليه بقى؟ ده كله هتلاقيه، ده كله هتلاقيه بسبب ايه؟ بسبب الفورمه اللي احنا حطيناها هنا. الفورمه ديت هتلاقيها بوظت الدنيا،
هتلاقي ايه؟ هتلاقيها بوظت الدنيا. تمام؟ تمام. تعال نشوفهم هنحلها ازاي. حلو. طب تعالوا كده نرجع كل حاجه زي ما كانت ونشيل الفورمز. خلينا نشيل ايه؟ نشيل الفورمز. تمام؟ والاول نعدل الايه؟ نعدل الفرونت الاول. خليني هنا اعمل كومنت هنا كاني ما عملتش اي حاجه خالص، وكومنت هنا برضو، وبرضو على الفورم ايه؟ على الفورم شات برضو هعمل ايه؟ كومنت كاني ما عملتش اي حاجه على نظبط ايه الفرونت. هروح هناك، خلينا نظبط الفرونت الاول كده بس. تمام، كل حاجه تمام وكل حاجه مظبوطه. تعالوا بقى نظبط الفرونت بتاعنا الاول، عشان احنا غلط اللي احنا عملناه. المفروض نظبط الفرونت الاول وبعدين نروح نعمل ايه في جافا سكريبت. حلو. عشان الموضوع ما يبص مننا. تمام، في فكره ثانيه افضل من الفورم، عشان بس الشكل ما يكونش وحش. احنا الشكل عندنا ايه؟ تمام اهو، من غير اي مشكله. انا هعمل ايه؟ انا هروح هنا على الديف اللي فيه كلمه سن، هديله اي دي، هقول له ايه؟ سن ديف. تمام، هاخده اروح هناك مكان الفورم شات، هحطه واقول له ايه؟ سند ديف. تمام، هاجي تحت هقول له سند ديف دوت اد ايفنت ليسنر. لما تعمل كليك بقى، مش سبميت، كليك نفذ لي ايه؟ السند مسج. اذا كده هو اول ما يعمل كليك على السند ديت هينفذ لي ايه؟ هينفذ لي الرساله. بدل ما كنت بعمل الفورم اما تعمل سبميت، لا، عملت الديف اللي هتك عليه لما اعمل عليه كليك نفذ لي كذا. هي هياها يعني، بس عشان ما نضيفش حاجه ونقول ايه والشكل يبوظ مننا. تمام، تمام. نيجي نشوف اهو الشكل تمام. هعمل انسبكت بس، هعمل كونسول. بص معايا، انا هنا لما رحنا في المين، في حالي فوق لو إلس اطبع ايه شاد، خلي ايه قصادها نجوم كده. انا من ريلود ونقفل ايه ده ونفتحه تاني. لوجن تمام، مفيش اي مشكله. هعمل انسبكت كونسول. طبعا النجوم ما ظهرتش، في عندنا مشكله، في عندنا ايه؟ مشكله. هو هنا عمل كونكتد والمسج اهو، المسج سندر اسلام والشات طيب جوين دي ايه لما جوين. تمام، المسج نال، السندر اسلام خاطر، الشات طيب جوين برضه. تمام، لكن احنا المفروض دلوقتي ان احنا تمام، احنا اصلا عاملين كومنت على سند، انا اسف، احنا عاملين كومنت على سند مسج، اصلا هي مش موجوده، هي اصلا مش موجوده. طبعا احنا مش عاوزين الايه البريفنت ديفولت. احنا كنا بنعمل بريفنت ديفولت عشان ايه؟ عشان الفورمه اوقف السبمت بتاعها، لكن ما فيش هنا سبمت، ده مجرد ديف بتك عليه. تمام، نروح هناك ونلود مره ثانيه اهو، هعمل لوجو. طبعا في مشكله عندنا في المين جي اس، طبعا هنا دوت فاليو دوت ريم مش قادر يجيبها. تمام، تعالوا كده نشوفوها. عندنا اهو دوكيومنت دوت كيوري سيلكتور اس ام اس، تعالى كده فين اس ام اس الانبوت. تمام، مفيش اي دي اصلا اسمه اس ام اس، اي دي اس ام اس، ما تنساش تحط اي دي اس ام اس. حلو، نريلود مره ثانيه، نعمل لوجن، نروح على الكونسول، لوجن اهو. تمام، هل في مشكلة؟ مفيش مشكلة خالص، بس في عندنا مشكلة حصلت، اللي هي المفروض كان قال لي ايه؟ اسلام جوين. خلينا كده ايه نفتحه مرة تانية اهو. طبعا خفالي ايه؟ اسلام جوين. نعمل انسبكت كونسول
برضو مفيش اي ايه حاجه، ما زال عندنا مشكله. في مشكله عندنا، تعالوا كده نشوف المشكله بتاعتنا ديت بسبب ايه. تمام، لك ان تتخيل عزيزي ان الدبليكيشن او المشكله اللي بتحصل معانا دلوقتي واللي مبوظه الدنيا دي كلها، يعني انا اسف انا الحياه ضاقت بيا قوي. تمام، ولما جيت اسمي الفانكشن ديت سميتها زي الفانكشن دي بالظبط، سند مسج سند مسج، معلش الحياه ضيقه عليا قوي، مفيش ايه مفيش اسماء معلش. فانا هسمي ديت وليكن مثلا ايه شير، او بس شير سند وخلاص سند، والله ما يكتبها سند. تمام اهو، هقول له لما تدوس هنا في كليك نفذ لي ايه السند، خلاص. ودي السند مسج اهي بتتنفذ لما يعمل ايه سبسكرايب، اللي هي السند مسج دي كده الموضوع يظبط. حلو، نيجي نريلود اهو. تمام، اسلام خضري جوي انسبكت اهو، بص هكتب هنا اسلام وهعمل ايه، هعمل سن، ركز هعمل سن، شايفين اهو سن، شايفين طبعا ايه شات، شايفين اهي الشات اهي. تمام حلو، المفروض ديت كانت مكانها تبقى ايه بامبتي، طب مكانها مش بامبتي ليه؟ نشوف كده مسج يوزر. تمام، خلينا نعمل ايه مسج يوزر على طول، او خلينا نجيبها على طول اهي دوت فاليو اهي ايكوال امبتي اهي. حلو، نروح نجرب مره ثانيه اهي، لوجن، نعمل انسبكت. طبعا هو هنا هو ايه هنا او اسلام خضر جوي. تمام، انسبكت كونسول، هقول له هنا ايه دي 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 واعمل سن اهو، اختفت اهي ما فيهاش اي مشكله، والشات هنا اهو، والمسج دي دي دي، والسندر اسلام خضر، والشات طيب شات. تمام، عارف دي ظهرت ليه؟ اخر مره بعيد بقى السيناريو اللي ماشيين عليه، طبعا اف دي دي مش عاوزينها. تمام، السيناريو اللي احنا ماشيين عليه في حته السن، انا اول حاجه عملت فانكشن اسمها ايه؟ اسمها سن. كل اللي بتعمله بتروح تجيب الانبوت اللي كتب فيه المسج عن طريق الايه الاي دي، ودي حاجه خلاص انت اتعودت عليها، اتشكيت عليها وعلى الستومب عشان اتاكد ان الاثنين مش بنظر، كريت الرساله بتاعتي، وبعد كده رحت ايه بعتها للاي بي بي كلاينت دوت سند، اللي هي فين اللي هي في الكنترولر، عملت ايه خدت الرساله عملت لها ريتيرن وبعتتها لايه لتوبك اول. توبك اول لو انت فاكر معايا في واحده مستنياها عشان تعمل سبسكرايب عليها، لقيت ان في حاجه اتبعتت لها فنفذت سند مسج، المسج مبعوته اهي الطيب بتاعها ايه شات، فلما دخل ما لقاهاش جوين ما لقاهاش ليف، لها ايه إلس، طبعا ايه شات. والله الموضوع بسيط جدا، اسف على شويه التلخبط اللي حصلوا دول، يعني احيانا بيحصل ده مش مهم، اهم حاجه ان احنا وصلنا للنهايه في الاخر. وهنا ما تنساش ان احنا بدل ما كان في فورم ونعمل عند سبميت، لا خليناها ديف عادي خالص، وضفت له اكشن لما اضغط عليه كليك نفذ لي ايه السند، هي هيها ما فيش اي مشكله خالص. تمام تمام، كليك يمين جيت اد، هقول له جيت كوميت، هقول له ايه شات او كرييت سند مسج شات او فانكشن. تمام، كوميت اند بوش، كوميت اند بوش، واعمل بوش، اعمل بوشنج، هروح جيت هاب. تمام اهو اهي مفيش اي مشكله وكله تمام 10 على 10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.